دكتور عمرو الجرحي وزير المالية. مساء الخير يا دكتور. أهلا يا أستاذ تامر، أهلا بحضرتك. ازاي حضرتك يا فندم؟ أنا كويس بخير الحمد لله، كله كل تمام. المزجنجية والخرمانين زعلانين جدا 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 جدا. لا لا خالص حضرتك، الموضوع مش كده خالص. الموضوع إنه أولا يعني التعديل ده كان المفروض إنه هيخش فيه قبل نهاية الدورة البرلمانية السابقة، ولكن نظرا لقيام البرلمان بالنظر في موضوعات في شديدة الأهمية في هذا التوقيت ما قدرناش نخش بيه. وحتى الأرقام اللي ناتجة عن هذا الموضوع داخلة معانا في أرقام الموازنة، فإحنا بنعتبر نفسنا متأخرين 5 أشهر في الموضوع ده. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، إنه يعني إحنا النهاردة معدلات الضريبة اللي هي محطوطة على السجاير إحنا ما زلنا أقل من الأهداف اللي موضوعة بمنظمة الصحة العالمية اللي هي بتتطلب نسب أكبر من كده، وبالمقارنة بدول أخرى زينا. نمرة ثلاثة، إنه الموارد اللي بتيجي من هذه القصة، يعني أحد أهداف منظمة الصحة العالمية لما بيبقى فيه زيادة في يعني في أسعار السجاير، الهدف منها إن هو تقليل استهلاك السجاير وبالتالي تحسين فكرة الصحة، واخد بالك ازاي؟ يعني إحنا بالنسبة لنا مهم جدا يعني انتهاك شرب السجاير وشرب الشيشة والكلام ده كله له تكلفة على الدولة عالية جدا في موضوعات العلاج بشكل كبير جدا. فجزء من القصة إن أنت حضرتك بتتحكم برضه في زيادة الاستهلاك في السجاير. احنا عندنا في السنوات السابقة معدلات استهلاك السجاير بتزيد، بس بتزيد اتساقا مع نسبة زيادة السكان وهكذا، لكن الأهم هو انخفاض معدل استهلاك السجاير. الحاجة الثانية انه هذه الزيادة احنا يعني ما زودناش الضريبة، احنا زودنا يعني في زيادة في الضريبة القطعية بأرقام صغيرة، يعني 75 قرش في الشريحة الأولى، جنيه وربع في الشريحة الثانية، وجنيه وربع في الشريحة الثالثة. ولكن اللي فتحناه كمان هو الـ 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 الشرايح بتاعه الاسعار، يعني الشريحه الاولى كانت بتقف عند 13 جنيه، دي فتحناها ل 18، كانت بتقف عند 23 احنا رفعناها ل 30، وبعدين الشريحه الثالثه اللي هي فوق 30. احنا اسعار السجاير عندنا بناء على اسعار العمله اللي موجوده من اقل اسعار السجاير اللي في العالم، واخد بالك ازاي؟ الموارد اللي بتجي لنا من هذا الموضوع بتساعدنا في طبعا في عجز الموازنه، لكن بتساعدنا كمان في التعليم والصحه، وبرضه هتكون من شأنها انها تساعدنا في قانون التأمين الصحي اللي احنا شغالين فيه. فالموارد اللي بتيجي من هذا الامر بتساعدنا في التعامل مع مثل هذه الامور وبرامج الحماية الاجتماعية ايضا، بحيث ان احنا طيب نقدر نتعامل معها. مش هناقش حضرتك يا معالي الوزير فيما يتعلق بخطورة التدخين سواء السجائر او المعسل، ده طبعا امر مفروغ منه، ومش هناقش حضرتك كمان في فكرة انه الزيادات دي هتخش في الموازنة فتعمل يعني سد شوية للعجز في الموازنة وتؤدي إلى صرفها في بعض الخدمات الأخرى، ده كله متفقين عليه. أنا بس همي طول الوقت مع الوزير هي فكرة محدود الدخل أو متوسط الدخل أو الغلابة. أنا ما بحبش إن أنا أقرب من سلعهم، يعني إذا كان ولا بد، ما اللي بيشرب مارلبورو واللي بيشرب ميريت واللي بيشرب دافيدوف واللي بتاع اللي بيشتري العلبة السجاير ب 30 جنيه مش تفرق معاه إنها تبقى ب 35، ومش تفرق، هي طبعا هتفرق، بس أنا قصدي حجم تضرره قليل. انا بشرب سجاير، لو اشتريت العلبه اغلى 3 جنيه 5 جنيه هشتريها، لكن اللي بيشتري كيلو باترا واللي بيشتري لايتس واللي بيشتري كذا ربع جنيه في العلبه ممكن تعجزه انه يشتريها. بص هقول لحضرتك حاجه، يعني احنا زياده في الشريحه الاولى ما تعتبرش زياده كبيره بالمقارنه في الزياده في والله زياده كبيره على الغلبانين يا معالي الوزير. الربع جنيه والجنيه بالنسبه لمحدود الدخل مبلغ. بص يا استاذ، احنا الفكره كلها ان احنا لما بنشوف هذه الموضوعات اللي احنا بننتبه اليه في كل الحاجات اللي بتخص الاسعار بالنسبه ليه محدود، يعني تخيل حضرتك كده لو الحكومه طلعت وقالت احنا بنعلي الضريبه بس هنعفي السلع بتاعت محدود الدخل ومتوسطي الحال من الزياده دلوقتي لحد ما الاجور تتحسن والاوضاع الاقتصاديه تتحسن، شوف رد فعل ده عليهم هيبقى عامل ازاي. ده حضرتك انا بس خليني اقول لحضرتك يعني احيد بيك لحاجه مختلفه عن ده شويه. احنا النهارده الدعم اللي احنا بنديه في المواد الغذائيه بشكل كبير جدا، هدي لحضرتك مثال واحد، احنا بندعم رغيف العيش بيتباع فقط ب5 قروش وتكلفته 60 قرش، واخد بال حضرتك ازاي؟ فده الدعم اللي الدوله ممكن تبقى عايزه تقدمه بمنتهى القوه، الدعم في السلع الغذائيه، الدعم في بطاقه التموين، الدعم في الخبز، الدوله رصده ليه هذا الموضوع 85 مليار جنيه في السنه، واخد بال حضرتك ازاي؟ فدي الموضوعات اللي احنا بنهتم بيها جدا، لكن انا ما اقدرش حضرتك انه بالنسبه لاستهلاك الشاي. وبعدين حضرتك انت لما بتيجي تتكلم على النهارده، طبعا حضرتك عارف انه موضوع الشيشه ده موجود في كل حته في مصر بشكل مكثف جدا، واخد بال حضرتك ازاي؟ ففي استهلاك موجود، لكن الموضوع ليه اكثر من هدف، واخد بال حضرتك ازاي؟
وبرضو يعني الممارسات العالميه بتاخد من هذه الموارد عشان تصرف على الحاجات اللي انا قلتها. انا مع حضرتك. بص يا دكتور، انا مع حضرتك، انا مع حضرتك، انا بس عندي منهج كده مختلف، يمكن بحترم وجهه نظركم طبعا، لكن انا وجهه نظري طول الوقت اذا كنت اقدر اخفف شويه العبء عن كاهل الناس اللي اوريدي يعني كاهلها مليان اعباء اعمله. انا بالنسبه لي نفس الفكره في البنزين، لو تفتكر كنا يمكن كلمنا في الموضوع ده مع الحكومه، انه بنزين 95 و92 وكان يغلى، لكن بنزين 90 وبنزين 80 يعني بالنسبه للناس اللي بتستخدمه الفرق السعر ده يفرق معاهم قوي. يعني انا متاكد بكره اللي كان بيشتري علبه السجاير ب 10 جنيه ولا ب 5 جنيه ولا بكذا دي هيعضله الجنيه ولا الاتنين جنيه زياده. انا بقول لحضرتك لانه احنا بنتكلم على ناس اللي هي الفواعليه الغلابه واللي عاملين باليوميه. انا حضرتك يعني زي ما قلت لحضرتك انا اروح ادعم الحاجات الاساسيه هي للمواطنين وللعائلات والكلام ده كله، لكن بالنسبه لي استهلاك السجاير والكلام ده كله ما هو برضه جزء من القصه زي ما قلت لحضرتك. الاهداف الكليه لهذا الموضوع ده انت عارف يا دكتور ان مصر البلد الوحيده مع الوزير، حضرتك عارف ان مصر البلد الوحيده تقريبا في العالم اللي فيها موضوع السجاير الفرط، علشان الناس في بعض الناس ما تقدرش تشتري علبه السجاير كامله فبيروح الكشك ياخد سيجارتين ثلاثه، فما متخيل ان ده قد يعني ايه واصل مع الناس. لما انت بتعمل حاجه السياسات ما يعني ما بتقدرش انت يعني تفرعها بهذا القدر، ولازم يبقى في توازن ما بين الشرائح الثلاثه برضه خبر حضرتك ازاي. فيعني خلي بال حضرتك احنا تركيزنا في برامج الدعم والحمايه الاجتماعيه تركيز كبير جدا، لكن يعني اللي احنا عملناه وبنعمله دلوقتي بنراجعه بطريقه مكثفه جدا، وبنتاكد اللي احنا بنعمله ده داخل في سياق مقبول بالنسبه لنا ومقبول بالنسبه للمواطنين كتركيبه كامله لبرامج الحمايه الاجتماعيه، هي دي اللي تمنا بالقدر الاكبر يا استاذ سامي. قراركم وانا بحترم وجهه النظر، رغم ان انا يعني بحذر من غضب الخرمانين لانه والله العظيم غضب الخرمانين وحش. لا اياك وغضبت، فكان زمان نجيب محفوظ قال لك اياك وغضبت الايه؟ الهلافيت. انا دلوقتي بقول لك اياك وغضة الخربانين. لا ما تقلقش حضرتك ان شاء الله ما تقلقش. طيب شكرا جزيلا، شكرا جزيلا معالي الوزير دكتور عمرو الجرحي وزير المالية.